طيب سيركيليشن اوف ذا سكين عشان اقيده عن طريق السكين تمبرتشر والاستريس بتاع البلس والكابيلاري اللي في الطلب. لو انا لقيت عيان عنده ابنورمال ابييرنس هو سيركيليشن السكين دي سنينز ايه؟ شوك على طول. يبقى انا وانا داخله من باب الاوضه لقيت عيان عنده ابنورمال ابييرنس وعنده سبايرال ديسيس يبقى العيان ده عنده ايه؟ سبايرال فيلير. طيب لقيت العيان ده عنده ابنورمال ابييرنس وعنده بور سيركيليشن السكين يبقى العيان ده عنده ايه؟ شوك. طيب لو لقيت العيان عنده نورمال ابييرنس بيضحك وبيهزر وبيلعب لكن عنده بور سيركيليشن مينز اي هاف تو اوبزرف ذيس بيشنت فولو اب ممكن يكون سقعان بس ولا حاجه. يبقى الهدف هنا انا عايز اقول لكم ايه؟ ان بور سكين سيركيليشن لوحدها داز نوت مين انيثينج. يعني مش معنى ان الطفل سقعان الكابيلاري فيه مش مظبوطه لكن الولد زي كده وبيضحك وبيعيط وبيتحرك وزي الفل قول ده شوك الحق انت رجع والدوبامين وعلق الدوبامين والكلام الفارغ ده لا اي هاف تو اوبزرف ذيس بيشنت ليه عم بيكون كونفيوجن من السكين لازم اشوف اتابع عيني عليه ولكن ما عليكش العيان ده على انه عنده ايه؟ شوك. ليه؟ لان الابيرنس بتاعته نورمال. في حاجات تعمل لي بازل كونستريكشن للسكين غير ان يكون شغل الفيبر هايبوثيرميا شويه ميديكيشنز احنا هنكون مع العيال بدوز عاليه شويه ونورمال بازل موتور انستابيلتي فروم انفانس ممكن تحصل كده. اذا مش بمجرد ان انا الاقي بور بالفيوجن للسكين ومعهاش اي حاجه تاني تقول لي على ان الطفل ده ايه اقول ان العيان ده ايه عنده شغل. دكتور ازاي الفيبر بتعمل بازل كونستريكشن؟ ممكن نأجل العجلة دي كومباسات الميكانيزم ممكن نأجل الأسئلة اللي تحت ولا عايزين تسألوا في النص؟ تريانجل الرجوع على بقى للتريانجل التاني التريانجل كان also able to identify a child with CNS or systematic problem who has normal oxygenation, ventilation, perfusion. ازاي؟ خلينا نقول لو عيان عنده abnormal appearance لكن في نفس الوقت عنده normal work of breathing ونورمال circulation to the skin ده معناه ان العيان عنده brain dysfunction. ازاي؟ هو ما عندوش شغل صح؟ الولد مش شغل perfusion كويسه متفقين؟ بدليل ان الكابيلاري اللي فيه زي الفل والورك اوف بريزنج بتاعه كويس مش ديستريس ما عندوش حاجه في اللون يبقى الكارديو بتاعه كويس مفيش شوك ستيت وفي نفس الوقت الورك اوف بريزنج كويس اوكي. لكن هذا الشخص عنده ابنورمال ابييرنس يعني ايه؟ مدلوخ بيتشمل مش بيتكلم البيبرز مش مظبوطه يبقى دي ايه هذا الطفل عنده ايه؟ مشكله بالبرين بس زي الستاتس الجريبتي بس مثلا زي عيان الكولايتس اوكي. يبقى لما يكون عندي ابنورمال ابييرنس لكن الورك اوف بريزنج كويس والسيركيوليشن كويسه يبقى الطفل ده عنده برين ديسفانكشن. طيب ممكن نراجع مع بعض ممكن ابنورمال ابييرنس نورمال ورك اوف بريزنج نورمال سيركيوليشن معناها برين ديسفانكشن. نراجع تاني لو ده نورمال الابييرنس والسيركيوليشن نورمال والورك اوف بريزنج في مشكله يبقى الطفل ده عنده ايه؟ ستريس. لو ابنورمال ابييرنس وابنورمال ورك اوف بريزنج ونورمال سيركيوليشن معناها عنده ايه؟ طيب لو ابنورمال ابييرنس نورمال سيركيوليشن سكيل لكن نورمال ورك اوف بريزنج معناها ايه؟ شوك. طب ابنورمال ابييرنس انكريز ورك اوف بريزنج وابنورمال سيركيوليشن معناها ايه؟ شوك وريسبيراتي فيلير معناه انه غالبا ممكن يكون سبب الشوك الحاجه اللي عملت يوم ما ابتدى الاول يا اما العيان عنده نمونيا ودخل في ريسبيراتي فيلير ودخل في سكه شوك يا اما العيان عنده سيبسس ودخله في حاجه اسمها لونج انجن وعمل له ريسبيراتي ديسيس. انا مش
مش عارفه ايهما الاول، لكن هو عنده كله، عنده الاستمرارات الفعليه وعنده الشغل. اوكي طيب، ده يعرف انت طبيب امتياز وانت دخلت الاستقبال وقدرت تقيم ده يبقى هادي. يعني اللي فيكم دكتور امتياز وقدر يقيم العيان بالتراينجل ده وبلغ النائب بتاعه يبقى هادي. طب انت دكتور وعايز تعمل حاجات ازيد شويه، في حاجه بقى اسمها بيدياتريك برايمري سيرفي. انت كده وانت داخل يمكن من غير لمس قدرت تقيم حاجات وعرفت انت فين من العيان ده. خش بقى افحص، هتفحص العيان بحاجه اسمها سيرفي، هتعمل سيرفي سريع للعيان ده علشان تؤكد الداتا اللي انت جبتها بعينيك في التراينجل اللي جاي وتعرف احنا فين. لازم نكون فاهمين ان التراينجل ده كويك لوك، لكن مش كفايه، اي هاف تو بروسيد بعد التراينجل ده. والبرايمري سيرفي ده الهدف منه ان انا برضه الحق العيان قبل ما يباص لكارديو بلمونري ارست. وابتدي ايميديتلي بعد ما ابص واقيم العيان من ناحيه التراينجل ابتدي ايميديتلي في السيرفي. السيرفي ده سهل خالص خالص. اهم حاجه في السيرفي ده ان انا اشوف الاير واي والبريزنج بتاع العيان ايه اللي بيتوقع. يعني ايه الاير واي والبريزنج؟ يعني انا لما بخش على العيان اشوف في هواء داخل وخارج وعارف ياخد نفس ولا لا، يكون سبب المشكله كلها فوق البطن ولا حاجه. يبقى اول حاجه بقيمها هي الاير واي وانه بياخد نفس. اوكي؟ واحط السماعه واشوف في ايكوال بريس ساوندز على الناحيتين ولا لا، واوصل العيان على البلس اوكسيمتر واشوف العيان ده وين اوكسجينيتد ولا لا. يبقى انت اول حاجه كده بتقيمها في السيرفي بتاعك ايه؟ هي الاوكسجينيشن. الاير واي مفتوح ولا لا؟ العيان ده مسموع عليه ايه؟ ولا انتري ولا لا؟ في بريس ساوندز على الناحيتين، وبعد شويه وانت شاطر ونبيه شويه تقول لنا بقى في ويز، في كريبيتيشن، يعني تقول حاجات ماتش مور سبيسيفيك. تاني حاجه السيركيوليشن. يبقى انا في البرايمري سيرفي اول حاجه شفت الاوكسجينيشن، تاني حاجه السيركيوليشن. بطريقه بسيطه جدا السيركيوليشن، اول حاجه الهارت ريت، رقم اثنين البلاد بريشر. الحقيقه انا هنا عايز اقول حاجه مهمه قوي، فايتال داتا از فايتال داتا. يعني لما تفتحوا كتب الطب كده يقول لكم في اربعه فايتال داتا اللي هم ايه؟ الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والتمبريتشر والبلاد بريشر، صح كده يا ولاد؟ جميل. لو حضرتك نايم اطفال دخلت الاستقبال بتاع حضرتك ولا حضرتك مدرس ولا استاذ اطفال وبصيت لقيت في الاستقبال ده 10 عيانين، هتلاقي كام عيان من قياس الحراره؟ من ال 10؟ كام؟ 5؟ 10؟ حسب المكان او مين ماشي. اوكي، كام عيان لما قياس الهارد ريت؟ كام عيان قياس الاسبايرات ريت؟ اللي ما يستدعي حالته مش كلهم ماشي، كام بقى عيان قياس الهارد ريت؟ نو وان، انا اقدر احكي نو وان، انا اقدر احكي ان اللي بيتقسمهم من ال 10 من البلاد بريشر ولا واحد، واللي بيتقسمهم الهارت ريت يمكن يكون 2 3. لكن التمبريتشر هتبقى اعلى حاجه، الاستفارات اللي انت ليها وكده الحاجات التانيه. دي الاكسبيرينس بتاعتي، معرفش بقى خبرتكم ايه منكم، اعملوا سيرفي كده، خشوا الاستقبال بتاعكم شوفوا كده. مع ان دي اسمها فايتال داتا، كتب الطب سميتها ايه؟ فايتال داتا. لو انت عارف ايفالويت العيان بتاعك مظبوط في البرايمري سيرفي اللي احنا بنقول عليه اللي بعد مرحله الترايبل، اول حاجه شفناها الاكسجينيشن دي خلصناها، الاير واي والبريزنج دي خلصناها، تاني حاجه اللي هي السيركيوليشن اللي هي معظمها حاجات من الفايتال داتا اللي هو الهارت ريت والبلاد بريشر. الحقيقه الجدول مش مفروض نحفظه لكن المفروض نصوره. لو انا بجينر والارقام مش في دماغي اروح مصور الجدول ده واروح معلقه عندي في الايمرجنسي روم. قوم لما يجيني عيان واقيس الحاجه بتاعته الهارت ريت بتاعه كام البلاد بريشر بتاعه كام، اروح باصص على الجدول وانا اعرف انا عالي ولا واطي ولا تاكي كارديا اذا كنا ريسبونس تو افرايتي اوف ستريس شوك فيفر كارديتس حاجات كتير قوي. لكن البريد كارديا في الكريتيكال هي شرط اذا كنا نصر. يعني انا لو انا في الترايانجل بتاعي الاولاني حددت ان الواد ده شغل كريتيكال ايه؟ مش احنا اتفقنا ان احنا نحدد الترايانجل ودخلت بعدين الهارت ريت لقيته تاكيكارديا عارف ان الواد ده فيها
very bad sign ان انت عيان كريتيكال ايه؟ خلاص حددت ان هو شفته وحش وتعبان ولقيته ايه؟ براجع جميل. البطن. الكومباريزون من السنترال والبريفرال بالس مهمين جدا جدا، وان انا احس الويك بالس ولا نورمال بالس مهم جدا جدا. وفي الايرلي شوك الحقيقه البريفرال بالس بتبقى ويك، لكن كمان لما تيجي تقيم انت الايرلي بالس عيان شوك وتعبان وحددت قبل كده انه وحش، كمان تيجي تحط ايدك على السنترال بالس تلاقيه ويك، اتس فيري باد ساين. يعني انا مش عارف احس كده بريفرال بالس، كنت حاطط ايدي على الكاروتيد ولا الفيمورال لقيته كمان ويك. تعرف ان العيان ده لازم نتعامل معاه بسرعه جدا جدا، لان العيان ده بيخف منه. وتعرف ان ده بري ابريسيف ساين. تمبريتشر الحقيقه في ظروف درجات الحراره العاديه المفروض السكين تمبريتشر تكون نورمال. واول حاجه بتتاثر الهامز والفيلز لانها ابعد حاجه عن البادجت موجود. لكن لما تلاقي العيان درجه الحراره في عز الصيف والحراره حر والولد الابيرنس بتاعته وحشه والولد ده فيري كول، تعرف على طول ان الولد ده في حاله شغل. ولو قست الكور تمبريتشر لقيتها عاليه قوي والسكين تمبريتشر واطي قوي، الديسكريبنسي ما بين الكور تمبريتشر والسكين تمبريتشر علامه من علامات السيبتك شوك، تعرف ان العيان ده عنده سيبتك شوك. الاورجان بريفيوجن من ضمن الحاجات اللي بنعملها سيرفي بطريقه سهله، البريك عن طريق الترينجل اللي قلنا عليه. فاكرين الاب فو، الاب فو قصدي الاي في بي يو، ده اللي بيقول لك مع عيان شوك اخبار البريك بريفيوجن ايه؟ اتاثر قد ايه؟ سهله. الكيت عن طريق النيورون اوتبوت اللي المفروض ما ايه؟ ما تكون ما بين 1 ل 2 ام ال كي جي بالاور. وعشان كده لما بيجي لنا في الطوارئ عيان شغل وانا بعمل له ريسسيتيشن، اقعد بص على ايه؟ على اليورين، حد يورين، حد يورين، ما عداش يورين، حد يورين، كل شهر كل الناس، الواد ده عدى يورين تقول لي لا، علقت رينجا مره واثنين وجبت وبابين وفيتامين وعملت كل اللازم. ست شوك وتعبان، ها يا ستي عدى يورين، اول ما تقول لي الواد عدى يورين قول الحمد لله. كده ريسسيتيشن فيجر بتاعتي ايه؟ نجح. سبيشال كورن اريا ما عنديش فيها رفاهيه المونيتورنج بتاع العيان كويس، ما عنديش كل التولز، يبقى حاجه مهمه جدا اللي بتابع بيها العيان ده اليورين اول. البلاد بريشر زي ما اتفقنا انه مهم ويا عيني مش بيتقاس خالص، ولازم اعرف ان العيان اللي الضغط بتاعه شوك والضغط بتاعه يعني هايبر تنسيف ستيت انه داخل في ريفرسبل شوك. وسبيشالي لو كان تحت الفيرست برسنتايل الحقيقه مش هنقف عند الارقام، مش مهمه يعني. في حته انا نطيتها مش عارفه السلايد بتاعتها راحت فين، اللي هي الكابيلاري اللي كده انا هقولها لكم دلوقتي. احنا مع الترياندي لو تفتكروا ازاي اتاسست البريفرنس سيكريشن، قلنا عن طريق السكين، قلنا عن طريق التمبريتشر بتاعت السكين والابيرنس بتاعت السكين والكابيلاري اللي كده، ان انا بضغط ايدي على السكين كده واشدها هي بتعمل حته بيضاء، يعني انا خلاص عملت كده ضغط فطست الجراف ديسك تحت مني فتبقى الحته دي بقت بيضاء خالص، واشد ايدي المفروض ان انا تبقى ويزن 3 سكند اعد 1001 1002، المفروض ان هي ايه؟ تكون رجلي. طب انا رفعت ايدي كده وما رجعتش عند 3 لغايه 5 معقول، فوق الخمسه بقى اعرف ان ده سيفير ديلي في الكابيلا اللي فيه، وابتدي اقلل بقى العيان بتاعي يبقى فعلا العيان ده في حاله شغل حسب الكرايتيريا اللي بتراجع اللي اتفقنا عليها. وفي الاول سبيشال الناس اللي بتشتغل اليونيت بيلاقوا ان الكابيلا بتفيل بتتاثر في الاول في البريفل في ايديه ورجليه وكده، كل ما دخلت لجوه حطيت ايدك على الابدون على الشيست وول ولقيت الكابيلا بتفيل عمال يتاثر يبقى العين عمال يسوق، عمال يتاثر يبقى العين عمال يسوق. لكن ده بيتحسن لسه البريفرا ما بيتحسنش، انا بس شغال كويس اكمل 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 لغايه ما الاقي الكابيلا اللي بتفيل في كل الجلد بقى احسن شويه. اوكي؟ يبقى الكابيلا اللي بتفيل دي حاجه مهمه جدا، مش عارفه هيسكت ازاي. يبقى ده البيجاتري تريانجلز اللي احنا اتفقنا عليه واللي عايزاه يستقر جواه، مع الوقت هتتعلموا السيرفي ده عايز نايت اكبر شويه، وعايز حد اشتغل امتياز شويه ويبتدي يعمل السيرفي بقى، يقيس الهارت ريت، يقيس البلاد بريشر، يقيس التمبريتشر، ويقيم العيان، ويحط السماعه، ويسمع اوسكالتيشن الى اخره. لكن اتليست احنا عايزين نطلع من هنا النهارده بعد النص ساعه دي ان احنا عارفين التريانجل ده.
يبقى انا اللي بخش على العيان في الاستبدال اقدر احط ايدي على الجنرال ابيرنس، على اشوف الورك بريزنج، اشوف السيركيليشن، واعمل انتربريتيشن للثلاث حاجات زي ما احنا اتفقنا عليها. ثانيه